صباح الخير زميلي محمد خوخي، صباح الخير مشاهدينا الكرام. أنا الآن متواجدة أمام منتزه الصابلات أمام الباب، أين منعنا من طرف أعوان الأمن بأمر من ولاية الجزائر. يتواجد معنا أب ضحية، أب الغريق الشاب زرفة مصطفى الذي منذ أيام غرق في شاطئ الصابلات. صباح الخير سيد عبد القادر. صباح الخير. اليوم علمنا من مصالح الحماية المدنية أن الغريق مصطفى زرفة وجد على مستوى شاطئ الصابلات على الساعة 12:20 ليلا. كيفاش تلقيت الخبر بالعثور عليه؟ يعني واش تقدر تحكي لنا في هذا الشيء؟ أنا نقول الحمد لله، كي قال وليدي جاو الزراري باتوا هنايا في البحر، فلقاوه قال لي ضوينا بلامبول هكذا شافوه. والحمد لله كي لقيت وليدي دوكا ندفنوا. هذه هي يعني ماشي فرق الحماية المدنية اللي عثرت عليه ولا يعني أولادك ولا قلنا الحاج كيفاش؟ وليدي مع أصحابه أنا هكذا قال لي، هو اللي بات هنا في البحر، بات هنا هو اللي قال لي لقيناه، قال لي صبناه، قال لي عدنا نضوه هكذا بلامبول في الليل، قال لي حتى صبنا رجل تاعو تبان هكذا. وليدي قال لي هكذا الحماية أنا ما شفتهمش. بصح التحقت مصالح الحمايه المدنيه من بعد كي قلتوا لهم كيف؟ التحقوا جاوا كاع الحمايه لا بوليس جاوا كاع كلش جاوا كاع جاوا. الحاج منعنا من الدخول الى اي مكان العثور على ابنك، اين وجد مصطفى هناك؟ يعني ربما واش تقدر توضعنا في الصوره كيف شفتوا دوكا تما؟ اسكو شوف قدرت تشوفوا؟ لا لا انا ما قدرتش نشوفه، ما حبيتش نروح نشوف، ما قدرتش ما نجمش. قلت كي جبدوهم بعد نشوفوا نورمال، ما قدرتش نشوفوا اللي تحت الحجره ولا اخر. ما الى حد ساعه لم يكن مازال ما شفتوش ومازال تحت الماء، خاطرش لازم لاقري باش يطلعوا هذيك الحجره هذه. ايضا يتواجد معنا عم الضحيه. صباح الخير سيدي، ربما الاب لا يستطيع وضعنا في الصوره لان ماساته كبيره، يعني فقد الطفل الصغير مصطفى زرفة. ربما مش تقدر تقول لنا وضعنا في الصوره كيفاش تم العثور عليه؟ كيفاش؟ السلام عليكم. العثور عليه جاوا راحوا في الليل ثم صرا شويه تاع الليل، شافوا بالبورتابل فوق نص منه يبان تحت روشي كبير تما. ومن بعد باش جاوا الحمايه المدنيه بالك الوحده ونص باش المهم قال لهم جاوا تمايا وراو تما فوق الاخرى روشي كبير ما كانش كيف يجبدوه مع زيد انتفاخ من الاخر. دوك نستناو لاكري باش تجي تاع الحمايه المدنيه باش يفدوا المهم باش خاش يخافوا يقيسوه، خاش راهو محاصر مع الحجره صافي. لو كان يمسوه يجبدوه صافي ينجم يتاثر في وشم نتاعو في الجسم نتاعو، راهو تحت الحجره هذيك. دوك تجي بلاكري يجبدوا الحجره هذيك ومن بعد نفدوا ان شاء الله المرحوم. منذ ليله الامس لم تتم يعني ربما اله رفع الصخور عن الجثه، الى غايه الان الساعه تشير ربما الى 9:25. احنا ذهبنا للشرطه هضرنا معهم وقالوا لنا، قلنا لهم ومازال ما جاوش رانا نستنى، وقلنا لهم يعني البول ماهوش بعيد والمسافه ماشي بعيده، يعني جونا في اقرب وقت رفدوا لنا هذه الصخره هذه اللي راهي في المكان. احنا رانا نستنى لحد الان مازال ما جا حتى واحد. دوك رانا الله اعلم احنا دوك واش نديروا. قال لك يدخلوا لاكري مازال ما جاتش، لو كان تجي لاكري خلاص تنتهي المهمه. وكيفاش يعني ربما الجثه ما عودتش راحت في البحر؟ الجثة كي ضربت الموجة طلعت المرحوم لفوق، كان الاسباس بين الحجرة والحجرة حبط هو في الضيق هذاك وبقى نص منه الداخل ونص البرا، يسمى راه شغل مكروشي بين الحجرات صافي. لو كان اللي تجبدوه دوكا ما كانش في تجبديه صافي شغل مكروشي. نعم كوردا قال له دار له كوردا. نعم الحاج. وكي تقوم فلا ما ينجموش يخرجوا حتى ينحوا الحجرة، يعني راهو مربوط بالحبل مربوط بما يروح لهم شيء. كي تدخل في الحجره كان ضعيف هكذا، ومن بعد تقوم فلا كي تقوم فلا ما حبوش يخرجوه خاطر يفسدوه، يجبدوه هكذا يفسدوه. قالوا لنا نجيبوا لاكري نحو ديك الحجره ونطلعوه، داروا له في رجله كورده
بما يروح لهمش. هكذا قالوا لنا. يعطيك الصحة الحاج، شكرا على هذا التدخل لقناة الشروق. زميلي محمد خوخي سنوافيكم بالتفاصيل إن أمكن الوصول بالكاميرا إلى عين المكان أين عثر على الشاب زرفة مصطفى. شكرا لك زميلي محمد.